وهذا امر يعني الكثير بكل تاكيد. نعرف بان اجواء هذا المونديال تختلف عن اجواء اي بطوله اخرى، وهذا ما يمنح البطوله لكي مميزه تجعلنا ننتظرها في كل اربع سنوات. تدخل يبعد الكره، زيفكوفيتش، فلاهوفيتش، كوستيتش. الدعم ياتي في هذه اللحظات. نيمار، جابريل جيسوس، يا سلام، يتقدم بالكرة، هجمة مستمرة، مستحيل، الله يا نيمار. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة، شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة من مسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. ولا تعود هذه المباراة مع تقدم المنتخب البرازيلي. تدخل اللاعب يفقد الكرة. والآن مع فينيسيوس، الآن مع نيمار، استخلاص سرعة الكرة وإيقاف الهجمة. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. فرصة أمام فينيسيوس، محاولة تسديدة فيها قوة كبيرة، لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة، وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. دوسان تاديتش يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. كرة ما زالت مستمرة. وصلت لفينيسيوس. جيسوس وفرصة هدف الآن. والكرة في المرمى. البرازيل تبدأ وتوسع الفارق النتيجة. نتابع اللقطة مرة أخرى ونستمتع. أي تسويبة قوية، أي كرة متقنة استمرت في الشباك. إذا نعود للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة للهدفين مقابل لا شيء. أليكس دياز تنطلق الصافرة الآن معلنة عن نهاية الشوط المباراة الأول. والآن انطلاقة الشوط الثاني من المباراة التي تلعب ضمن مرحلة المجموعات لكأس العالم. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. يستعيد الكرة بهذا التدخل. جابريل جيسوس، تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. الكرة مع البرازيل. جابريل جيسوس، رافينيا، جيسوس وفرصة للتسجيل، كرة متاحة أمام المرمى، كان يبحث عن هدف آخر، لكن حارس المرمى يتصدى ببراعة. المدرب على وشك القيام بتبديل في هذه اللحظات. إبعاد سيء اللحظة، منزلة خطيرة. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. لاعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. لمسة جميلة، الله على اللمسة. هذه كرة هدف الآن. ما زالت الفرصة أمامه. والهدف يأتي، والكرة في الشباك الخالية. مهمة سهلة في غياب التغطية. المرمى خالي، ما في حد، حارس المرمى خارج الخدمة، ومع الدفاع أيضا تركوا مهمة التسجيل بهذه السهولة. مستهدف اللاعب مرة أخرى، واضح بأن الأمور حسمت والفوز أصبح من جانب نصيب البرازيل. رأسية تفتقد التوجيه، وفي النهاية بتعدي بجوار القائم، مهم جدا يكون التركيز في اتجاه الرأس عند باب الكرة. 9 دقائق وقت الحكم، المباراة صافرة نهاية اللقاء. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. بيعدي وبيمر بالكرة. يجب استغلال الفرصة. يا رب، هدف للسيليساو، هدف برازيلي، هدف للمنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. لم يكن هناك أي فرصة لحارس المرمى، شوف الأخطاء، الحقيقة أن اللاعب تمركز، تحرك، طلب الكرة، الله